السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا احنا بالدرس السابق تعلمنا كيف نعمل static page وأيضا عملنا static class، لأنه احنا هنا طبعا مش static قصدي بالكلاس، يعني قصدي انه نحن عملنا شيء static، لأنه انت ما ممكن تغيير هذه variable صح؟ يعني احنا بهذا الدرس أخذنا فكرة كيف نعمل هذا الشيء. طبعا أيضا ممكن تستخدم لحالات الديباجينج، يعني مثلا إذا ما ظهر عندك في حالات، مثلا ما ظهرت عندك النيم، ممكن تستخدم حالات الديباجينج اللي هو system.out.print، مثلا print line اللي هو void print line، مثلا تذكر هنا أنا this is test، يعني هذا بس فقط تستخدمه للتست إذا حبيت أنه حتى تتأكد أنه هل أنت عندك مشكلة بالكلاس أم مشكلة بالسيرفر. ممكن تعمل save وتجي هون تعمل run على السيرفر finish okay. لاحظ حيظهر عندك صفحة أخرى okay. لاحظ this is test، يعني في حالة إذا لم يظهر في المتصفح ممكن يكون هناك مشكلة، يعني بين المتصفح وبين الجافا اوكي ممكن يكون فيها مشكلة، بس انت حتتأكد انه كلاسك تمام، ما عندك اي مشكلة في الكلاس عن طريق هذا الكومنت، مثلا this is test، حتى فقط تتأكد هاي حالة الديباجينج اللي انت تحتاج، لان هذا ما يظهر على المستخدم صح، ما يظهر عند المستخدم. لاحظ refresh ما يظهر عند المستخدم اوكي. inspect element اوكي، هذا الانسبكتور لاحظ بيظهر لك على شكل pre، وهذا هو الكونسول اوكي، هذا بيقول لك انه هذا السيرفلت اوكي. This is محمد. طيب هذا اول خطوه. الخطوه الثانيه اللي انت حاطك انه فكره، اكيد انت ما بدك تعمل static، انت بدك تعمل شيء dynamic، يعني تحب انه تعمل شيء dynamic. اليوم الاندكس هذا شيء static صح، ثابت، وهذا ايضا السيرفلت ايضا static، ما بتاخذ شيء من اليوزر. اذا انت تحب تاخذ شيء من اليوزر، ادخالات اليوزر، ممكن نستخدم هذه الجيت، هي نفسها الجيت الموجوده في البي اتش بي، يعني ما تفرق عنها سواء دو بوست او دو جيت اوكي. طيب خلونا نشوف كيف نعمل هذا الشيء. طبعا انت ممكن هنا تعمل متغير، فور اكزامبل لو جيت عملت مثلا سترينج ماي نيم اوكي، ماي نيم يساوي هذا حيكون request اوكي، انت هذا حتطلبه، هذا name حتطلبه من المستخدم، اذا هو request صح. طيب هذا request تريد تاخذه على شكل شنو؟ تاخذه على شكل parameter، حيكون parameter صح، get parameter. ليه get parameter؟ لاحظ من هنا ممكن انه تضع له string اوكي، هذا string مثلا خلينا نقول فليكن name اوكي، لانه انت هذا ريكوست، لانه انت حتطلبه من المستخدم صح، طلب المستخدم يعني لما يجي يكتب مثلا يكتب اليوزر نيم اند باسورد، لما يبعث لك هذا ريكوست صح طلب، اذا لازم يكون هو ريكوست، وتاخذ البارامتر هو من، مثلا يكون يوزر نيم باسورد اي شيء كان صح. اي طيب هنا احنا ممكن عندنا الرايتر موجود اوكي، هذا الرايتر ايضا موجود، ممكن الرايتر ياخذ ريسبونس يرد، يعني انت لما يكون عندك ريكوست طلب انت ترد على المستخدم، كيف ترد عليهم؟ ترد عن طريق الريسبونس وعن طريق البرنت رايتر. في البرنت رايتر هنا حيعمل لك برنت مثلا ماي نيم از حامل نقطتين سبيس واضع زائد من زائد سترينج اللي انا عملته صح. اذا المستخدم اللي راح يضعها حيقول لك مثلا ماي نيم از كذا اسم اوكي. طيب خلونا نجرب، لو جينا هنا احنا عملنا سيرفرلت، او ممكن على البروجكت نفسه تعمل run، طبعا حيطلب من عندك save، قول له نعم save، وتعمل finish، اضغط اوكي. خلونا نشوف الان اشتغل. لاحظ هنا بيقول لك my name is null، لانه احنا ما ذفنا اي شيء صح، يعني اذا جينا عملنا هنا refresh لاحظ my name is null، لانه احنا ما ضفنا اي شيء تمام. طيب لو اجينا احنا عملنا فور اكزامبل مثلا فلتكن الفاريبل اللي احنا استخدمناه شو كان اسمه؟ لاحظ الفاريبل اللي استخدمناه في السيرفلت كان ماي نيم صح؟ ناخذ هذا الفاريبل نقول مثلا ماي نيم ايكوالز تو محمد عيسى انتر
أوبس ما ظهر عندنا هذا الشيء معناته إن my name is null. Enter also is null. لازم إحنا عملنا شيء خطأ. Okay servlet search term equals to محمد عيسى. طيب هنا خلينا نشوف إذا ما عندنا خطأ في الكود. عملنا البرنت رايتر. اوكي بياخذ ريسبونس. هذا بياخذ من المستخدم الريكوست عند الجيت باراميتر. طيب خلي هذا يكون بهذا الشكل بنفسه الباراميتر اللي حيعبرها للمستخدم. هنعمل سيف. نعمل رايت كليك. نعمل ران. فينيش. اوكي خلونا نشوف نجرب هذه المرة. طبعا حنجرب على البراوزر. ريفرش. لاحظ my name is محمد عيسى. اذا انت لازم يكون عندك ايضا الباراميتر بنفس اسم الفاريبل. اوكي لان انا لما اغيرها وحياخذ من عندي شو حياخذ من عندي الماي نيم. الماي نيم حيكون هنا. هذا حيكون وين؟ حيكون في البراوزر. فلاحظ ظهر عندي محمد عيسى. جميل. طيب هذا ممكن انا اعمل لك اكس واعمل هذا انتر. لاحظ ظهر لك my name is null. لما اجي اضيف شيء اخر for example اكتب مثلا اسم اخويا احمد عيسى اعمل انتر بلاحظ انه بيظهر لي my name is احمد عيسى. اي بمعنى انه اصبح لاحظ هذا لانه طريقة الجيت اصبح dynamic. صح طبعا انت اكيد في بالك مو بهذه الطريقة. أنت تحب تكون عندك فورم يوزر نيم وباسورد وتضع فيها اليوزر نيم والباسورد وبيظهر لك يعني يكون تفاعل مع ال كيف بدي أقول لك إياها يعني إنه يكون تفاعل مع اليوزر. طيب كيف نعمل هذا الشيء؟ أكيد حيكون في الدرس القادم. لهنا أقول لكم.